وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤالك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسل ربك فأرسل معنا بني إسرائيل
ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحينا أن إلي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ما أدري والله مسفر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
امنعني. والله جلسه كلاسيك وشغل يا ابو. والله حركات الشباب ذولي. بالله عليك يا ولد. تحت انا يا ابو. حلوه. هو وجهك تعال منا 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 تعال جاي تعال جاي امك تبس عاد حط حطها هنا واحده قوم قوم لبيت حطها ورا قوم معي انا كرسي تبع الوصل قوم جني فداك قوم جا استر 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 تعال بدعين استر 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 ادري يا مامي الله يبيض وجهكم يا راحي جميل كيف انت؟ حالك؟ عزبنا والله ونعم عليك زودي ما يستريح على عزبنا رجاجي والله صحيح من اليوم ترى هو يقول يقول ما القيس اعاونك استريح 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 لا لا كم عمرك؟ تسلم قريب يا وفاء ايش تبغاني اعاونك فيه يا ولد؟ خذوهم يا ابو نام احتزم والله اني اقول كم يقول له ايه ولد من بغى ما شاور قب أه؟ من بغى ما شاور قب لا يا اخوي يمكن هو يمون عرق قبل جالس كان يقول مجالس مدارس ايش بغيت؟ الحين مجالس كلها طمر السالفة لا يستناقرون في دمك والله يقول انا صادق اي جوال وهو يا جوال يا انهم يتناقرون يا انهم يتنقدون على ولا عز الله ولا عز الله ولا لا والله شوف الى الان والله المجالس مدارس صدق الى الان في والله ايوه بس عاد احنا ما نعمم لكن الصدق ماشي ما هو انت قلتها المجالس مدارس انا يا ابوك في تخريب نهيره دكه جوال لازم محشات تعطي محش محشين ثلاثه لازم دي لازم اي ثم ترجع على الجلسه الرسميه ثم تعود تعطي محش نعم اي والله صادق ايوه يسوي ولد هذا يعطيك قصه هذا يعطيك نصيحه هذا يعطيك سالفه هذا يعطيك بالله عندنا هذا شيء متاكد والله اني صاد هذا شيء يا والله صدق يا اخي تعلم منه شيء كثير اي بالله يعطيك من تجربة هذه على ما تجربة يعطيك من ترى عبد الرحمن لا قطع عليه لا قطع هذا هذا تحركه ايه المشكلة كل منا ما تكلم ده عادي وانا عادي متى اللي بيبدا هذا هذا انت متعود اسمع وبعدين يا طمر اسامة الشيبان يوم يعطيك من كلامه ونصائح والاشياء اللي مرت من تجربة مرة اكيد تجربه تجربه حكت هالايام يا طمر اسامه الين ما طلع لك النصيحه او السالفه اللي مرت عليه هذه ولا بقايل لك اياها الا هو اصلا ناصح لك يعني صح ما بقايل لك اياها يعني كره فيك ولا لا لا ترى بعض الشباب والله تكيه بين العيون لكن ما هي بصح الصد ويش الاغلب يعني بعض الشباب يصك بين عيونك كذا طع الله يعتبر معلم بالحياه ها والله معلم بالحياه ايوه اتعلم منه اشياء ما ادري سمعت قال لك انا بعيد على من؟ انا ورحمة ابلع تعال 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 ولا حياة ابلع تعوي الليلة ليلتك لا لا ابداك يا الربع ما يبي لنا صحراوي تجلس كنا تكفى مرحبا بعيد والله من قبل تجلس تعوي وجهه العزيز خش مكانه يبيض وجهه لا لا عندنا عندنا العزايم عندنا والله انا صياح في صياح قم كيف هذاك حزن عزيمه واستبرد دوس شيخ خضراقا مدرس لغه عربيه جبان والله يشدونها شده وعندنا واحد من عماني الله يستر عليه يحب الصياح اذا ما صايح في العزيمه وعرف الضيوف كاملين المجلس انه يصايح على فلان ما يرتاح الله يستر عليه هذا ما يقول يا هاي يقول يا احمد يطالع في الضيوف لا طالع فيه قال جاب الهواء يا اخوي ما يبي ينقص شيء للضيوف
هذا من طيبه، هذا من طيبه. اسمع ابو وفيها ازمه في الخبز. ابو حليف والخبز هو الوحيد اللي ينسى الخبز. ابو حليف اللي دمه تقول زين الخبز اخر احيانا اكل يدام والله الخبز هذا بالعيون عرفت كذا يعطيك النظره ذيك اللي فيها ليزر تحس هذا اللي نبغاه هذا اللي نبغاه عرفت يعطيك النظره ذيك اللي والله ودك انه وش ودك انه يهرج عليك ولا يعطيك اياها عرفت كذا قم اي قم سو قم سو قم جيب لك اي حاجه شوف هذه أيوة. شفت الغاز هذه ترى ممكن اني اعرفها لين قال لك مثلا كذا قهوه ولا ذي انا جدي افهم من ترى ها انا جدي دام من هالشهر هنا اعرف اي انه بعد كذا كذا تدرون وش احلى شيء انت يوم انك يوم انت هذه هذه حرام هذه شطه والله العظيم شفت المزروع ذي انا اترفك فيها قم قم ايه صلوا على النبي اللهم صل وسلم مليح تدرون وش احلى شيء لا شوف جرب يطول عمرك لا جت عزيمه طال عمرك والعيال الصغار واجد بديت فيها شرهات بديت انت اسمع عيال 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 اخواني باع انت عند عيال اخوان لا ايه وعندي اخوان اصغر مني اثنين حلوه يعني عيال عيال وانت يعني ما شاء الله يعني انا عم طال عمرك تبدا تمشي عليهم لا دزك شفت اللي يدزك احد وانت تدز ذا عرفتوها اي جاك ابوك جيب القهوه ولد جيب القهوه وانت عاد تبدا تامر اما الموت لا جتك عزيمه وانت لحالك والله سويتها يا هذا الاخر الوسط والله شوف انا اذا 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 مثلي انا اخر واحد تدري وش انا اخر واحد اسمع تدخيل الصيان عند الحريم هذه يا رجيت على حماس ما ادري وش هذا اللي ذا ارجع اسوي العصبه عرفت العصبه فك الغتره دخلت ارجع البس غتره واعد صور ما شاء الله رجع صارت ابغى اسوي زي عند عوال عمان وفون صار ارحب قال انا ارسلت من قدام ذاك ما خلص ايه اذا شوف الصغير ترى مقدس عنده 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 لب ما خلاص وصاك على شيء انت ما تقدر توصي تحتك خلاص هذا ما حد يقول اي ما حد يقول اي شيء لو شافك تضيق عليه بعد جاء رجع دور عليك قال احنا ليش تضيق على اخوك الصغير انت يلا افتح لك السيفي حقك كله كامل انت ليش تسهر الحين في الليل ها يا رجال اسوء ليله مرت علي في عزيمه نزالت البيت اعوذ بالله هذيك الليله يا رجال قاعد اصب الشاهي انا طبعا اللي والله اللي اشتغل انا واخوي بدر قاعد اصب الشاهي ما دريت اللي يناديني واحد اني ما اصب على البياله يا رجال اصب على يدي اقسم بالله اني ما دهنت ولا دريت الا بعد ما طلعت او نفس الوجه وانا مطلع البراد في جهه والكاس في جهه ليدي محترقه ورح حط كريمات ولفيت بدر اخوي ما عود قاعد يصب ما درى الا مثل الربطه اللي في بطنه مثل العقده بيقوم تقول بطنه بينطق ويجلس ما درينا الا يوم جانا خبر اختي الصغيره داخل طاحت عليها الطفريه قزاز وشقت راسها اقول اقول لك هذا الضيوف مو مشببين شيك يا خليته غسال والله هذاك اليوم والله يبغى لك شيك خليته غسال شيء والله عاد اخذنا الاحترازات الوقائيه لا والله اذا جيت تدور بالشاي وقال انت من انت ما شاء الله كم تدرس؟ ولا والبياله في يدك سواها واحد وانا ظهري انا عندي زرع ومريت مريت خلاص قدني قدني شفت اللي على شباب وقدني في النهايه واحد يسولف وطلع على من انت بتاخذ الشاي ولا امشي هذا اشلا من اللي يقول عطه ذا والله ياخذ اي او لا والفنجان معك اي الفنجان في يدك اخذ والله انت اخذه اي والله انت تحلف طيب يا اخي كلكم لا 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 انا جي لا المشكله انك انت اصلا جيت صبيت قهوه فانت اصلا خلاص بعينك انك هذا الرجال هذا كبير بتنصح على طول صح. عرفت وسبحان الله يمكن الغلط يمكن اللي جنبه هو يكون الكبير وهذا الصغير بس الشكل لا شفتهم تحالفوا انا قد جاي اللي يقول من انت على الاول طلع التالي يوه الله يلا أقول على ناصر محمد عطى السجن مدري خلاص يلا يجيك يقول ما دريت أبوك خذ الثانية يعني بيفتح كوميديا يعني يا أخي خذ الشاي وخلني أمشي بس جبت أديك البني اللي هنا ما أنت عليه على الأول طلعت الثاني الاول ولا الثاني لا خوالك من ايوه خوالك لا ولد ولد فلان ولد ولد فلان اي بس هذا صبيت القهوه نقعك ثلاث ساعات ويسولف القهوه بيده وسج من القهوه قاعد يسولف يجغل فنجان طلب مني صبر فنجان ثاني وعاد يسولف صامل ما يشرب فنجان حار ثلج كذا ثلج كيف
اي لا لا, لا هذا هذا شفت اللي برا السخان عنده هذا هذا خل السخان جاهز السخان عنده هذا خل الدله كلها تغلي تغلي الدله اول كانوا يشدون العيب عافيه يا رجل عايب ما شاء الله عليك استنى على خفت يا لا تين هبه يضجع والله انها الساعه هالبرت الله يحييكم ترى يحيي بالحياه يا طول عمرك والله ما اقول الا على ما قال الشاعر يا مرحبا لا هي مره ولا مرتين يا مرحبا لين ما عاد لين ما يبقى ولا مرحبا والله انه اسعد الساعات عندي انا يا رب يطول عمرك واللي يقول بعد يا مرحبا واسعد الايام وابركها ترحيب ثم هي من الباب للطاقه الله يحييكم ترحيب الحياه والله ان كل واحد منكم انه متجملين علي ولو كل واحد منكم يدري بقدر فرحه اليوم انه يمكن زد وصل نجم الجدي وسيل وتعدى هنا صح الحاله من والد تجع ربي يخليها لي الله يطول عمرها ويخليها لي وجعلني والله ما ذوق حزنها كل واحد باسمه اذيت لكم كلكم العذر من الله ثم منك يا العظيم امانة وانت والله اسمي والله اسمي اقول مرحبا 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 بكم اليوم من قلوب فهود فهد القيس ومرحبا بكم مليون وجعل ربي يخليها لي يطول عمرك عطاش الماء من الناس يعني اول ما صبك اخرس من صبك طيب خلاص تصفيق انا ادلك على الرجال ثلاثه الحين هذا الربع ثالث يوم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ذبيحه والله ذبيحه انا لحد اللحظه دي الصدق ما فهمت وش اليوم بالشهر وش سالفتك وش الناس هذا انا اسف ابو محمد رجل ظل مره انا اقول لك فرحه وجامعة ايه خلاص جامعه اخواننا اطلع عليك كيف هذا يفتح من كلام من جاصين ابو رايد تدرس العجم لا يا لا والله ما تجيها والله ما تدري شو والله ما والله ما تجي والله ما تجي ارجع خل على راح خل على ماجد 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 خل على راح خل على راح معجب الا والله سام تعال لا اله الا الله صعب محمد طالبك طالب يا رجال قول لا اله الا الله يا رجال صعب محمد ممكن تذكرك ممكن تنزل يا الله هو برع يا شباب صافق صافق الاسمي صافق الاسمي يا شباب دور اسمك من ضمن والله وجهك دور اسمك يا سعود 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 ما بقى اسمي كيف توصل ما حد سالك يا كروس لا والله عام والله يا سالفه عندي لا والله عام والله 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 اسلم 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 والله اني متحمس لها انا قدها يا رب انت سالفه ابو جابر والله يا ملحم يا واي لازم يا اخوي يا كريستيانو ابو جابر هذا معاند ولا وش انا باكل يا ربع يا مرح يا مرح محمد آل دنعة محمد دنعة يا مرح يا هلا يا عونك 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 الا والله حاطينك ابو راضي الله يرحم والديك حطوني مع علي عساف ابو مفرح علي عساف والله هذا حزنها سمي ابو حنين ابوك تعلمني باللي ما هم هذا كله لك الدائري ايه ليش معنى بعطيها سلمى بعطيها سلمى والله ما اخذها شلت قاعد بياخذها لا 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 الله يرفع قدرك لا والله في ذكر انا والله والله قل لها يلا قل لها يلا حلفت انا طيب خلاص نص 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 طيب نص طيب طيب نص بيني وبينك الله يرفع قدرك لا والله اقول مرحبا بكم مساله والله انها سعد جعل عمرك طيب الله يرفع قدرك يطول عمر والدك انا ما كسرت والله اني انت تاخذ والله هو يا فعل تدفعونه يستاهل والله يكرم سعادي والله يعني بزياده صح مسر السعادي معان جنب اسمي انت ايش تبغى غير والله ما عليك زود والله والله ما عليك انت نبو اعطيك معطيك حلاي باسمي يا رجال محمد سمي ابو محمد مبرع طول عمرك محمد مبرع اعذرني يا مني التنبؤ يوم يقول صاحب لوي التنبؤ والله السالفه يقول كم يوم مو قولها بعد الفتره ان شاء الله يعطيك السالفه لا ما زين منها عاد بس كانك حافظها عطها كانك حافظها عطها قال لكم السالفه رايد تنبه يا ريت اسلم اسلم ابشر والله بالعوض اي حفظت انا يا ولد سالفه طريفه حلوه لا والله ليش تبشر بالعوض والخطا والخطا تراه مني انا الخطا تراه مني انا مره واحد دخل حلقه التحميل اقول الخطا تراه مني انا عبد الرحمن اي اي مبارك ايوه مبارك اي الله يرحم شباكك الله يجعل
رب. لا خلها انت حافظ بسلاتها؟ لا اجل خلي كل وجوه الدائره ذي بس من قبل السالفه اي والله السالفه ما يطلع ما يطلع رفيز وشرح لي سامي بس قال الدين بحفظها ذكرى والتنبه حقي عساف يا مرحبا يا مرحبا شوف ابو علي عطنا السالفه اللي في هذه انا اسمك يقول انا يا سلام يا جلسه تصبها انا والله نفس الرجال يا مرحبا العزيزي وعلي عشاب بس سام عشاب يا الربع يا الربع ولد اي صوتك يا ولد صل على النبي اللهم صل على رفيقنا العشاب حلو 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 حضر معنا الجلسه ولا هو اللي متعشين معنا انتم وش تشوفون انا لكم نروح للاداره نطلب فيه عزيزي الله يكفو ها والله لا انا قاعدين جالسين بدونه ولا انا متعشين بدونه والله العظيم لا كان انا على الاداره معكم انا واجد عشان ناخذ صلاه الله يخليها لك يا رب يا مرحبا علي العساف موقف بطوله يا هلا ويدل على اصله وتربية شيبان موقف صراحة يغبط على هذا الموقف لأنه موقف رجولي لا علي لا وكل منا يتمنى أنه يكون في المكان اللي كان فيه علي بالله هذا شيء حمل من فوق ظهره لأجل خاطر أخويا هو جمل حمل يستاهل وعلشان كذا عشان كذا على ما قال أبو غير نبي نطلب فيه نبي نطلب فيه الإدارة أنا داني نرحب ما أكل على لك سولف معنا ويتعشى معنا يا مرحب الناس تعذر وتسام يلا مرحب لي والله تم والله اللي سواه هاتوكل عزيزي لا تروح بعيد طيب يا جهد تقهوى وعينه خير وانا عني بطلع لها مغرر هذا خليني تقبل مرت واحد اكل بون الاداره نكلم اطرح خليني اطلع روح الاداره ايه والله شفنا فيه من الاداره امين شفنا فيه من الاداره انا بشوف مسفر وين بتروح؟ مسفر وين بتروح؟ بروح لعلي بن عسى انا معك كلنا هم بيروحون لكن بروح لا كلنا كلنا بس ما في 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 انا مع المعازيم في معازيم خذ راحتك خذ راحتك الله يقويكم يا رب يجمعكم يجمعكم ولا يفرقكم يا رب انا اذنك عندنا عندنا هنا امور مخلصها بنعود عليه الله يحييك هذا يا سلمان يمكن ما تدري ايش اللي صاير احمد روح يا ام عليك اسلم عندنا تصويت على اثنين من يخرج منهم وعلي العساف طلع واعتذر من التصويت وبسبب الاعتذار هذا رجعوا الاثنين ابشرك بسبب اعتذاره اي نعم بس انا اعتذر على التصويت صار عليه خصومات صار عليه خصم 10000 وصار عليه منع من البث وصار عليه ليش يعتذر طيب هو اعتذر عشان تخيل التصويت ان تصويت منا احنا نطلع واحد من اخويانا يعني احنا اللي نصوت نطلع واحد يا ساتر اي والله فعددنا كان زوجي رحت انا المستشفى صار فردي اعتذر علي العساف لا والله ما صار زوجي دقوا علي وخذوا صوتي صار فردي ودنعه كان عنده امر انه عادي ما يقدر يصوت ويوم درى انهم اني صوت انا فرجع صوت المهم من حبكناها لين جت زوجي جت في ظهر الضعيف علي العساف قال انا ما بصوت عشان يجي فردي عشان يجي زوجي حلوين قالوا خصم 10000 نقطه وحرمان من الحصانه وحرمان من يومين من البث امس واليوم وكبير ثدي وكايده فلعل الرجال راحوا يطلبون فيه وإن شاء الله انهم يوافقون باذن الله يا رب باذن الله والله انه موقف ينومس ربعه وهلا يا اخوي والله انه تجمع تعال هنا والله يقدر تعال عندنا قري انا في المستشفى والله عند الدكتور اخي نوافي والله بس صوتك انا عند المستشفى عند الدكتور وطالع في زياد شهري وانتظر يقول بكل حب قلبي كل حزن وزع نودع زياد قلت ارحب طالع فيني الدكتور ولا شيء ابشرك مع فيني تبع وين كنت تبع التلفزيون ظهر على السرير ظهر من الكذاب اروح راح جبسها وانقل على اخوياك على على التلفزيون تابعها ولا في الجوال في الجوال جاب كل حب نودع زياد بكل حزن قلت ارحب فصيح في المستشفى حسيت اني كذا والله اني شفت اول ما شفت دنعه والله اني شرحت على عمري العربي طالعون فيني ايش علمه ذي اول ما شفت دنعه قال بصوت دريت انها انا يا معتذر علي عساف دريت انه بيوازن الصوت انا يا معتذر علي عساف مسكت راسي لانهم قد خذوا صوتي فاقول كذي يوم دنعة طلع عرفتها بيض الوجه اي والله عشان تعرف احنا فيها اللهم صل وسلم عليه انا شايف ان العمر من الجماعه راحوا له في قضوه قضاء وحكم ومحكمه المحاكم الاولى في خيام وفي يوم جلس طول عمره هو عند القاضي
قال ارتاح ارتاح يا ابو داحم، انا افداك انت ارتاح، انا افداك ترى ما عاد بقول لك. المهم من يوم جلسه وقال انت القاضي اليوم من جاء الرجال هذاك احد يهرج غيرنا، اللي يصب القهوه لا يتكلم ولا يقول شيء. قال طيب. المهم انه لقط واحد منهم القهوه قام يصبها على الريق، هو ممكن تشوفه ما التحقوا فيه، صغير ورجال مقامات ما المنظر ما ما, ما يهيئ كل شيء، لكن الثوب ماليه ملي رجال. عليكم زود. انا مفكر مستحق صغير كان الامور زينه. المهم يوم انه جلس الرجال ودارت القهوه وصل عند الرجال ذا قال تقهو، قال بس راح وعاد الفنجان مره ثانيه قال تقهو، قال بس عد ما تقهو، اخذ شوي جاب الشاي، يوم مد الشاي هو ياخذ الشاي وهو يضحك، انت اللي تقهو اللي يصب القهوه اللي يصب القهوه اي هو يضحك، قال انا مكتب اضحك، قال اولا مد لك الشاذليه وتخليها ورديتها، والحين مد لك الشاي وتاخذ. قال هي وش اسمها؟ قال اسمها شاذليه. قال لها اسم ثاني. قال القهوه. قال لها اسم ثالث. فكر الرجال ما قال المره، قال هالمره انا ما دنيها. المهم ان القاضي طرد القهوي. هو يوصل رساله للقاضي يعني لا تجيب الشيء المر لا تجيبه. الشيء اللي فيها رساله. اي فيها رساله للقاضي، قال الشيء اللي فيه مر وفيه فيه لا تجيبه. فكني منه. المهم انه طرد القهوجي وصب القهوه والشاي وشرب الرجال، ويوم قضى وهو يقضي بشيء ما يلحق فيه مر ولا يلحق فيه شيء، وكسبها رشيدنا هذا يوم قال مره مدنيه سلام ورحمه الله وبركاته. وزين زين القاضي، زين القاضي بعد فهمها فهمها. هذه حنكه، هذه حنكه دي ترى هذه عند 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 العرب يا اخي. الشيبان الشيبان هذول لين جدا قريب، احنا السوشيال ميديا غسلت مخنا شوي يعني. لا لا الشيبان ما زال في عندنا ناس الشيبان حقيننا يا ولد، فيهم ذكاء فيهم فطنه صدق، يجيبونها من تحت فراسة المؤمن هذه. ايوه يجيبونها كذي والله، انت على الجوال ما تدري راسك من قبل. لا يعني ليش تسوي تحديد الكل؟ انت اكثر تويتر اكثر. يا تويتر حتى العربية كلكم معاتي احمد نفسيات هذا الحادي احمد عليه عودوا العرب فيهم فهاوه من تالي. والله السوشيال ميديا اقسم بالله حقين تويتر ما يعجب العجب ولا الصيام في رجل جاني معدم راسك الطيب. حقين تويتر تابعوني ليش 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 انتوا عايشين طبقه انا اعلم اضحك. احنا دائما نسبقكم، احنا دائما نسبقكم خطوات. لا والله شفت خليني بقول لك حاجه، تعرف معقوله الوعي لعنه؟ احنا نعيش الوعي الله اكبر. لا لا تعيشون الوعي وين؟ الوعي لعنه. ايه فاحنا الحين في مرحله الوعي اللي مو بكل شيء يضحك بكل شيء يعجب ممكن، فهمت؟ هذا اللي هم اللي هم حقين تويتر. ايوه غيرك ينظر لك نفسيه ترى عندك من كاشف اقول مسجد الحين ما انحاش. طيب ابوي يضحك يعني ابوي ما قد وعى؟ ابوك رجال ونعم ما انا غصب عنك غصب عني ونعم حافل. لا بس يا اخي صدق يا اخي ليش انت والله تبي صدق حقين تويتر بالذات فيهم حاجه زينه وحاجه شينه. الحاجه الزينه انه شوف الحاجه الزينه يعني تنزل عندهم انه ما يطلون في العجل ما يبي بزينه زينه زينه يعني الهبه او الحاجه. الحين التيك توك بدا يطغى هو طالع يعني حقت مثلا الفطاير ما ادري ايش اسمها شيبو منك الفطاير بدأت في التيك توك بالعاده وش الذبات تبدا من تويتر. فهمت هذه الحاجه بقول العالم فيها يعني تقول انت ذبه في التيك توك ولا ما مالك تويتر. انا اسولف مع سلمان قال ذبه قديمه انا ادري انه ما عنده ماله في تويتر، لو له في تويتر كان واكب الذبات هذه ما يطيرون في العج والشيء. لا والله اللي يطيرون في العج هذه مشكلتهم قطيع والله انهم ليش انا علمك ليش؟ لانك انا حطيت تغريده رد علي احمد رد علي سلمان زين ردك يبقى ظاهر للجميع لكن السناب رد علي واحد عندي رد انا اشوف الرد اللي عجبني انزله عام فهمت رد بيني وبينك لكن يشوفون الناس فالناس يجون يشوفون رد سلمان سلمان همر كلهم ورا سلمان والله يا نصهم ما يعرفك. وانا قد صار لي موقف كتبت تغريده راي كروي عن لاعب اول من قلب يا اخوياي ليش انا شافه اثنين ثلاثه قلبوا ما هي اول كومنتين اول كومنتين يمشون ورا طبعا هذاك الحين انت قوي حتى التيك توك ما الشيء الظاهر للناس هذه هذه عيب تويتر. تويتر قائم على الكتابه والتيك توك تعليقات اذا اول تعليقين يمشون وراهم إيه؟
ما ادري عن التيك توك ترى مالي فيه شيء كذا في كومنت بس ثلاثة او اربعة اذا في كومنت عليه مثلا 1000 لايك اطلع اول واحد اي مثلا هو اول واحد عليه 1000 لايك كلهم نفسي كاتبين نفس الكومنت يبغوا لايكات اي المهم من هذا هذا تويتر يوم صرت الحين عندي 165 او 64 ان شاء الله زين صرت قوي ما حد اقدر اقلب عليك انا اللي قلت والله غبنت منها ما كان رد على الهومير يعني كان يشخص علي وانا في رفعة خشم من انت شخص علي الحين انا كنت مع ريال مدريد مع رابطه ريال مدريد الرسميه ما شاء الله من حضرت ذا ما يرد علي الحين يمكن انا وصلت صفطها وعاده توه في 30 20 كذا توه الحين خلاص انت قوي احد اقدر اقلب عليك بس ذا جات قلب القلب قوي القلب قوي اي انا بقلب عليك فهذه مشكلة تويتر أول كومنت كلهم معه والله بعضهم ما يدري وش عندي عندي 6000 ضعف بخليه وفعلا فعلا ترى كأي بي فيهم فيهم كابا كذا فيهم يعني لو شبكت أضحك مثلا مثلا أنا ما أحب مثلا أحمد مشهور تيك توكر أنا ما أحب كاو سنابر لأن كلهم يكرهونك عشان معه كذا هذه مشكلتهم معهم معهم عليهم عليهم والله يا في ذا الدنيا لو تسوي ما تسوي لن ترضى فيك ايش قال الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الله وسلم عليه الرسول عاده هو رسول لن ترضى عنك اليهود والنصارى اه في القران الكريم خلاص حتى تتبع لك لا تحاول ترضي الناس وتقول ايش تبون غايه لو تجهد النفس تكسر دونه يعني لو تجهد نفسك ما راح توصل لو دليل خلنا في والله يبغى صعبهم جبعنا رجلك عشان تسولف اي جاي من قصيده اسمع هاي كذا قصيده سالفه اسمع واحد من اخواني من قال له قوم نطب واحد من اخواني قال شنو بالسواليف ذا ما عاد معنا هذه ريالتي اسمع قاعد من اخواني قال انا في المتوسطه والله ما انسى كلام اهل ذي الحين قال يرضى عنك محمد يزال عليك سعد كان اثنين مختلفين في جلسه يعني كذا وقام هو طبعا من اللي انا وهو اغلب اخواني لا جت ما عجب جلستكم خلاص فقمنا ورحنا ما ادري كنا نطر الضبان ما ادري كنا نغير جو فقال يرضى عنك مثلا سلمان يزعل عليك احمد يزعل احمد يرضى سلمان اذا الكب اثنين ما غير تقلي فيكم يعني كمثال وسوي اللي ترضى فيه في نفسك عند الله قفل قفل منه خلاص صح بعمل الوقت اللي والله صادق اذا حاجه انا الحين مثلا اخذت هنا في اي مجال اخذت مثلا 6000 نقطه اذا انا ما رضيت من داخل ما ارتاح كذا لازم ارضى من هنا من داخل شيء سواه انت ترضي تعرف انه عارف انه صح في نفس اي مقتنع قناعة مقتنع انه صح في نفس الوقت لا تقول انا تسويه لا اقنعني انا والله حتى فهمت. حياتك وفي نفس الوقت لا يطلع بين العادات والتقاليد اللي عندك وسوي اللي تبي انا اشوف والله اني ماشي في ذا الدنيا على ارضاء على ارضاء شخصي امي وابوي الله يطول في عمرهم امين الله اذا هم راضين عني ما الباقي في حريق لان اهم شيء هم وهم رضاهم اللي بيوفقني ويستر امري وهم اللي انا ابغى ارضاهم صح بس الرسول اللهم صل وسلم اعظم من وطت رجله على هذه الارض عادوا ناس صح هو رسول كيف تبغى احمد الضعيف اللي هو كل كلامك هو كلامك صح لكن يجيني واحد في حاجه قال الله قال الرسول في حاجه ثانيه العرف ايوه بعيد عن العادات لا في عرف عام يجيني واحد يخالف انا والله ما انا مرضي من ابوي مثلا يصلي الجمعه الله يعني بسرعه في نيله انا معلم الناس هذه غلط انت مخالف العرف مخالف الذوق مخالف في اشياء وقس عليها عاد قس عليها هي قس عليها هي لا كذا انت جيبك على نفسك فانا عندي قاعده سويت خطا تحمل سويت خطا وانصدت فيه يعني مسكوك انت عادك في الخطا تحمل القريه مثلا القريه انحشت مسكوني والله بتحمل ورب عيال على هذا الشيء فما جاني واحد قال يا اخي سمعت مقطع عن محمد عريفي الله يسحب منكم ذي الجلسه سمعت مقطع محمد عريفي قديم قبل كم سنه ايام قبل كورونا حتى كان يقول عياله محمد عارف يتكلم يقول عيالي واحد منهم اعطيت موزع عليهم جوائز 50 ريال 50 50 يعني تنجح واحد منهم قال بس 50 ما بيها ما تبيها خلاص يقول يوم جاء العصر او اخر النهار او كذا جاني قال ابغى خمس حقتي قلت له لا ما في ليش انت سويت قرار يوصل يعني يبي يعلمه انك انت تخذ قرار خلاص تحمل قرارك تحمل قرارك سامع يمكن من قبل كورونا بعد على الكاميرا اللي اقول لك اذكره فمن وقتها خلاص انا هذا الشيء بربي العيال واللي اللي يد عليه لحظه شوي اقول له اذكر ان سامع المقطع ذا قبل على ايام الكاميرا اللي كلمه عليه
يا خلاص تحمل قرار. ايش الرابط العجيب؟ لا لا انا ربطتها عادي. شيء سياره كامري. شيء سياره اربطه. مقصد اني من قديم يعني من قديم سامع المقطع خلاص حطيتها في بالي. هو صح هو زي ما قلت الكامري اللي ما تعشق الثالث. تحمل تحمل قرار ذي الخروف تسوي. تحمل قرار اللي انت تسوي صدق. وفي نفس الوقت شيء سويته لا تندم عليه. حتى العيال هنا ترى سلمان ملاهي. شيء سويته لا تندم يعني تقول والله يعني دخلت مثلا دخلت البرنامج خلاص قد هي صارت وهذا هذا صارت معي بعد تحملت تحملت ذا خلاص اجزم رح ان دم والله صدق يعني انا اشوف ان الدم هذه صارت معي حقت برنامج انا كنت رافض ادخل برامج الندم ما يفيد خلاص شيء انت سويته وشيء انت من داخل فاضي ولعله خير صدق حط الخير بين عيونك لعله خير في كل شيء تسويه في حياتك اي شيء سبحان الله شيء راح عنك بيع شراء اي شيء تسوي راح عنك لعلها خير لعلها خير بعض الحاجات راحت علي انا اني كنت اتمناها واني اتحسف انها ما جت يا بعدها بسنه بسنتين نقول الحمد لله انها ما جت صدق اكتشف ان الامر هذا كان خير من الله كان يعني على طاري انا كان قلبي متعلق في كليه الملك فهد الامنيه تبيعها منين يا رجال والله اني اصلي يوميا ابغى الكليه هذه واخسر ايش واسجل مره الاولى وعلى نار انتظر متى القبول هذا وقالوا يلا القبول في الوقت الفلاني ولا جاني قبول السنه دي يا اخي ونطلع انا واحد من اخوياي ونتنكد ونسولف ونفضفض هو قال قصيده عنده طبعا الامنيه ما عندك سجل لمرتين الا اذا انت دكتور جاء اليوم المره السنه الثانيه اللي خلاص انت هذه هي سويت كل شيء كلمت يا رجال كلمت حتى ايش خلاص انت مختار حتى مختار دقيت عليه المهم وقالوا ذاك اليوم وقت القبول في العصر الرسائل قالوا من ذاك اليوم القبول ايوه واروح اطلع من البيت واتغدى وشغل اخلص مطعم وشغل موتري واخذ لي كوب شاي واطلع على طريق المية عندنا طريق مية هذا حق سجه واطلع وامشي يا رجال كذا هذا خميس امشي ماني فاتح جوالي ولا شيء ولا مسجل ولا شيء كذا امشي انتظر الرسالة انتظر الرسالة والله جت الرسالة مخالف لا والله تاني قلت القيد مخالف واصفط على اليمين وافتح الرابط نعتذر لعدم قلبه تفحيط لا يا شيخ احنا حزين يا رجال ما قد حزنت في حياتي مثل ذاك اليوم ما قد حزنت مثل ذاك اليوم يا ساتر الى ان اخر تسجيل جلست في السياره فيني كتمه اي والله فرح دق على راح امي كانت في شاليه مع خالاتي خربت لهم باب الشاليه قلت اطلعي اول ما طلعت قلت ما قبلوني في الامنيه ايش اسوي؟ هي المفروض ايش تقول؟ ايش دخلني طيب؟ قالت يا ولدي ما عليك وما ادري ايش ومن ذا الكلام. عادلهم عادلهم ما هي بقالت لك شعري ما شعري. اخ بعدها خلاص قلت اللي يجي يجي وظيفه ما ادري اي شيء. هذا البرنامج برعايه السيف جاليري. اي ثو للخياطه الرجاليه. اي اكلين. شاي ثلاث تسعات. موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة وقف مشكات الحرم هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين من علمهم القرآن الكريم تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم وقف من المشكات يرجو
قبلكما في مكة الغراء يبغي الباري أضم بها الوحي الكريم منزل والله قدمها على البلدان. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي ثلاث تسعات، شاي عالمي. العرض الأكبر من السيف جاليري، خصم 50% على أكثر من 2000 منتج، متوفر في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني، انتهزوا الفرصة. السيف جاليري حياكم. سوء الحالة الاقتصادية، زيادة جرائم العنف والسرقة، زيادة حوادث السيارات، الاضطرابات النفسية والعقلية لدى متعاطيها. اختر حياتك، اختر حياتك، وتذكر نحن مستهدفون في وطننا ومجتمعنا، لنكن يداً واحدة لنعزز حصانة المجتمع تجاه المخدرات. لا تتردد أبداً في الإبلاغ عن تهريب المخدرات وترويجها. تواصلوا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995. أجمل خطاي وآخر حدود دنياي، واصدق معاذيري واطهر ذنوبي. تفضل معي المسرح، وأرجوكم الكلام لكم لمن غادر ومن سيغادر، فكلنا مكفولين ومضطرين إلى الوداع يوم من الأيام. استعجلت فيها، وحتى بطريقة سؤالك يوم قلت راح تزعلك واختزلت الأمر كأن موقف واحد من ربعك. أقسم لا تلومني يا ابو داحم، لا تلومني، تعبت من ابو نشطه. انا تكلمت الاخير، تعال صوت السلام. اللهم صل وسلم عليه. من الاولاد الله يبيض وجه من جمعنا ذا اليوم، وكما اجتمعنا في هذا المقام ان الله يجمعنا في دار كرامته. اللهم امين يا رب. تجمل فهد والله يجمله، وجمعنا
وعلي العساف جميل أمس ما هو على اثنين دون الباقي، لا والله جميل علينا كلنا. ولا قصور النعم أبو دلع. فعديت لعدة أبيات وهو والله يستاهل الدووي. دعني والله أبداك ما سويش. زامل بسيط أباكم تشاركوني فيه يقول. عد برقه لا حبه مزنة ثمها لمه يا سلام يا هلا الفعل والشورى سديد علي يا العساف مقباس فخر الأخوية إيه والخوي حنا حزامه وما يبغى يجي عد برق لا حلمه مزنة ثم هلمه يا سلام يا هلا الفعل والشر سديد علي العساف مقباس فخر الأخوية والخوي حنا حزامه وما يبغى يجي هو سلامتكم والله الله يرحم والديك وجهك ابيض والله إن ودي اني في القصايد اكتب لابيات الواج والله ما يسدني فيه 50 بيت ولا اكثر لكن الله يبيض وجه ابيض وان شاء الله انه يجي ويشارك عبد المحسن عبد المحسن زين مالك في القصايد الله يجعلني زين يا الله بعد اربع ابيات وثلاثه توضح الموقف اليمس اللي جاء يقول يا رفيقي والدموع ان كان بانت جامعه في حزنها لذ اضطربها يوم جات لها المشاعر ما توانت في تغلاق الصدور وفي سعتها خانت الدمعه ولا ادري كيف خانت دقت الساعه على اللي ما حسبها في مدارات التشتت يوم هانت هانت ولا عاد نبغي تجربتها احنا مجربينها ان شاء الله سلام وشاكر في كل ما قف يادر اي والله وقفة كفو الكفو نشهد وراس ابو شاكر شهد بالله انه راس نشهد وقفته البارح اقسم بالله ما يقف على راس طيب اللي وقف وحط مسفر لانه يدري ان مسفر انا كلنا ندري ان قوة مسفر وعلي قوة تلزم ما هي بقوة كلامه بس ابو محمد يوم وقف انا وهو هادي والله ان علي لو طلع وصوت الهادي ان عاذرينه كلنا اي بالله عاذرينه انه ولد عمه ولد ديرته لكن البارح جسد يطول العمر معنى الخوه ومعنى يطول العمر انه لاش فرق بين الكويتي والسعودي والله يبيض وجهه ويجمل حال ابو شاكر حطنا اثنين غير العب والله ثم الله ثم الله اني البارح اني احاول اني اكتب فيه قصيده اني زريت من طيب الرجال اللي كل ما جيت بتخلي في بيت استنقصته في مقامه وابو شاكر لو غاب حاضر معنا يطول العمر بذكرها الطيب وحاضر معنا وحنا نحضر معه يطول العمر بكل علم طيب والله يبيض وجهه ويجمل حاله وجعلنا والله من خلا من الطيبين لا فضل الله يبيض وجهه ابو شاكر اي والله اما النقطه الاولى ويبيض وجه ذا الذيب اللي والله احتمائي والله فاخر لحظه لله ابو ناصر نازل على الكرت الاسبوع الجاي الله يبيض وجهه جسد ترى معنى الحنكه اي والله شاف العدد مو بزوجي وحسن فيها تعادل سحب كرت ودخل والله اللي والله اللي كفو يا ابو ناصر اي والله يعني بالله من طيبكم هذا من طيبكم ولا حن في بطيب منكم يعلم الله يعني والله ما عدم ابو شاكر راس نصبك احنا على طيب شاكر طيب والله خصوصا ابو جابر ابو جابر يا الربع قول لا اله الا الله اسلم يا ابو جابر ابو جابر عنده قصيده والقصيده هذه ادري انها قد اشغل بعضكم فيها وانا والله القصيده اللي احبها اشغل الناس فيها لين يطفشون منها بس انا مستحيل يطفش منها اسلم احد يطفش منكم ويدرون انها للشاعر الله يشفيه محمد بن ثايب ابو الله اي بالله ما ادري قد سمعتها يا ابو حنيف ولا ما اكيد هات اسلم اللي يقول فيها يا الله يا من تستجيب دعانا يا عالم الجهراء وما يخفانا انصر حكومتنا وعز الحاكم ثم زكنا يا خير من زكانا وانزل علينا من بركات السماء ورض الخواطر وصلح الشينانة نقول ما قال الإمام الشافعي عسى مهوده جنة الرضوان إبليس والدنيا ونفسي والهوى وين الخلاص وكلهم معدانا نقول ما قال الإمام ابن تيمية الحجة العلامة البرهانة نعوذ بالله من شرور انفوسنا وسيئات أعمالنا وهوانا
ونقول ما قال الفحيل البوادنا للباشا سليمان يا سليمان لا نعطي الجزية ولا نقبل الجزية ولو نموت ويرضى الإنسان أما نعيش وروسنا مرفوعة ولا نموت وحقنا ما جانا موت الشرف ولا حياة الهانة هذه عوايدنا وذا مبدانا ونقول ما قال بمثل الشارع يا سلام لأخوه راعي سلة وسلالة لا تظلم الشاقي ولا تأكل الشقة ولا تطرد الحنشة مع الرعيان كثر الكلام ومن حضر تكلم وكل انهرج في ذا المكان اللان حضرت امثل باسم حاضر قبائلي قبائل كثر الدبا حنانة ماني بنادرهم لكن شاعرهم ولسانهم لعد كل لسان والله وجه صح لسان ابو منيف والله يشفيه ان شاء الله ابو الله يطول عمر ابن ثايب اللهم امين والله يشفيه ان شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية ابو منيف اللهم السير ماشي من عندك ابشر ابو علي عندك شيء دقيقة ولا اقطع كلامك كلام بقوله ان الله يجمعكم ولا يفرقكم اللهم امين والله اللي اخوتكم تنشر يا رب يطول عمركم تنشر وسعد مبارك اللي والله انهينا الفقره وقعدت معكم واحد من مبارك انا ما في كلام هذه منتهي منها والله ما انت مستغرب بس والله بكم تعذروني بمشي لا والله ما تروح والله ما تروح والله ما تروح قل له يلا الكرامه انا جاي الله يغنيك بنت عشاء زيد انت يا ابو قل له الا الله قل له الا الله والله شوف انت انت على شباب معترض قل له الا عشاك والله العظيم انها جلستي معكم والله انها تسعد الدنيا وما فيها يا سلمان اذكر الله الله انا والله الله لا حق انا عندي فني قاعد يحتريني لنا شفت من انا دي لا 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 والله والله ما ترجع والله ما ترجع والله ما ترجع والله ما ترجع سلمان انت خليه يجيب الله لا يهين ما انت مستغرب انت بين اخوانك احنا مستانسين احنا مستانسين سلمان انت ابو رسام من اول يوم جيت انا هنايا والله العظيم ترى كل الربع ما يعدون الا واحد من اخوانك والله العظيم اللي رفع السماء وبسط الارض اني والله اني معتبركم واحد من اخواني والله الجلسه معكم انها تسفد الدنيا والله احنا مستانسين فيك وتبغى تمشي اكثر زبون بيجيك بعد البرنامج يا رجال بتروح تخلي عندك المعجب انت عندك خريلتي بلي وقام بلاس مرونه بصوت الله يرفع قدرك والله يعني والله يسعدكم مبروك والجلسه معكم تسعد الدنيا وما فيها اسلم يا ابو يوسف وعندنا سالفه هنا لابو علي مع واحد مصري اسلم يا ابو علي اسلم يا ابو علي اسلم واحد المجلس يا ابو علي والرجال قال ابعد قصيتي لا خل ما قلت شيء انا ما قلت شيء يا ابو علي يوم انك تسكتنا اول عارف كيف عد المجلس يا تعبان انا ما قلت شيء قصيدتي لا والله ارحب يا ابو علي ارحب يا ابو علي يا الله وين كمان بعدي قلت حاول انت تجي يعني ابو علي ارحب هات ها عندك شيء ارحب يا منير ارحب يا منير تعال منير كم استكاكو يا ارحب تعال ارحب يا منير تعال ارحب يا المر لا ولا يبغني عليكم واحد واحد الله يرفع والله اني ما اقول ربي الله لا يفرقكم اني يجمعكم ولا يفرقكم اللهم امين لا همبار اللي جمعت اللي جمعت سلمى وجمعت ابو حنيفه لله كرامه الحال الله يجعلني في رب الكعبه اني ارفع صوتي خلصنا وعلي عساف والله اللي رفع حسن نزل سبع اني ودنا جاسم على جميل حاضرنا لا جميل وفي من الربع لكل واحد لحق ومرحبا بكم مليون الله يبارك طول عمرك اسلمي صالح بدي سنه لا عند ابو علي اسلم السالفه حقت كل ما اسمع بيتين بقولها تعال هنا على بال ما تخلص التميس على طاري اخوه وموقف علي والله انه موقف انه يرفع الراس الصحيح وانا متنوم اسبه لانه خويي والله اني متنوم سنه بفعلته في بيتين عن الاخوه يقول الاخوه اللي سيستها المعاريف الخوة اللي سيستها المعاريف ما يقدر الوقت الطويل يهدمها تبقى تكربها يدين التصاريف والطيب سيدها العظيم وهرمها الخوة اللي يطعم رسول الله مبداها مبدأ طيب
والله مهما يصير ومهما تقوم وتقعد مجودة على قولتهم مجودة بالطيب. فالحين ابو ابو علي صح لسانك ابو يوسف صح بدنك يا ابو علي. احنا مبدانا طيب يا ابو علي. يقول الخوة اللي ما تمحص الظروف مثل السلاح اللي معلق بشحن. اي والله انا اشهد انا اشهد. اسلم يا ابو اسلم يا ابو علي اسلم يا ابو علي ابو علي اسلم يا ابو علي. رجال عندك الوادي اللي قرص قدام ما حد جعل مشي. اسلم اسلم يا ابو علي اسلم اسلم يا ابو علي ابو علي ابو اسلم. كنت اتمشى في الوادي عندنا ايام سيول. كنت اتمشى في الوادي ايام سيول اسلم مد المغرب. انا في الوادي عند المزرعه مزرعه واحد ان حارثي مو من جماعتنا. المهم انا اصلي مر علي الداب فاذكر يقولون اذا جاك داب انت صلي ما يجيك. اكمل الصلاه خاشع لعل هج الداب قرب مقرب وانا خاشع اقول اسلم. كم مش الليل مش الليل مش الليل مش اجعتني. المهم قرصني الداب والموتر الموتر موجود شغال اخلي الموتر مجهول المزرعه اربط رجلي بالغتره على اني اعرف قرصك الداب. اي قرصني واجف اي واجف قطعت صلاه جفلت وادخل على المصري. يوم دخلت على المصري على التلفزيون المصري هذا دائما انا اسرق من عنده حب حب ذي. انت شفت المهم شافني ولا ما شافني وخذ العصا فصيح عليه اقول يا ولد رجلي والله انه ما قصر معي شلني وداني المستشفى. يوم وداني المستشفى اقول يا ولد روح روح جاوا اخوياي وجابوي. قال والله ما اروح كفو. اي والله انه قاعد معي قاعد معي لين طلعنا. يوم طلعنا رحب يوم طلعنا ارحب يا ابو عاشر رجعنا البيت يا طويل العمر. وينك ابا كافي الرجال ما عرفت اجيب له هديه حلف فاعطي دراهم حلف. يا ولد بروح عند البو قلت يا ولد الرجال كذا كذا ايش نسوي. قال يا ولد شوف ايش اللي في خاطره هذا المصري عندكم يعني ايوه شغال بمزرعه هو راح شغال زبنه. قال شوف ايش اللي في خاطره. يا ولد عيا عيا يقبل مني شيء فاخذ الوالد معي. قال ابوي ايش رايك نجيب امك وابوك وتعتمرون سوا. سلام سلام سلام. انت شفت افرهم يا ولد هم يحبون يروحون مكه. قال تم. قال ابوي ابشر بالسعد متى تبغى اليوم الفلاني كذا. اعطاه الدراهم وارسل لعواله وجاء. يوم جاء وجاء نديره عواله تمشوا عندنا وراحوا مكه. الله الله تمشى عندنا وراحوا مكه من وراهم على حساب الوالد الله يحفظه ويوفقه ويطول بعمره. انت شفتوا ومن انت الموضوع بس ما في شيء بيض الله وجهه. لا بس يعني بس هذا يبغى يضحك عشان نجلت بالصلاه. دقيقه كلامك من هذا ان المصري الله يوفقه نوقف معك. اي والله حتى ما تعرفه وانت اصلا كنت تجي على نيه انا هو رجع يسرق منه حب حب بعد على حب حب على بعدها رجع مرت عليه حب حب. قول لي ليه وديته مكه؟ لا عشان نروح انا والشباب وناخذ حب حب. والله يا مزرعه والله يا مزرعه طيب طيبه بعد. من هو المر؟ لا تتجاوز لا تتجاوز شي ابو ابو دلع بعده. يا مسي انت تبغاني يا مسي قطعت بك بحد يبغى الكلام انت كلام يعني سالفه اي سالفه موضوع اي شيء هذا الله يضيف عليهم حق يا محمد. رجال لما تقول رجال هو ستاند الدنيا عشان تقصد وانا قاعد ابتسم كذا يا ولد ده السوالف ما لا تخلونها تمشي سرا كل يسولف على راحته الله يرحم والديك. سالفة اني سرا اقعد ساكت اللي يجي سرا كل يا اخوي يسولف ما اعرف يدري. لكن فيها في بيتين على ذوق قصيدة ابو صالح وابو يوسف في الرفقة من الرفقة فبس عادك يا ابو حنيف انت روح. لا لا والله اقول استلزمك استلزمي الرفقة اللي ما لها دور ملموس الله يقطعها ويقطع نسلها ما ناب في حاجة الدنانير وفلوس في حاجة الهقوة لا يقطع أملها. خيولنا تطمر من القوس للقوس والطيبة تفرق وتطلع بيدها. يا مرحبا واهلين يا خيرة الروس اللي ما نبغى في البسيطة بدلها. السلام صح الله السلام بدانك
الله يطول عمرك والله العظيم على قولة ابو يوسف ان الرفقه لجدها حبلها اذا مجوده اي والله هي مكسب لو والله والله ما يبين الاخوه غير المواقف اي بالله الخوة موقف. ما يبين غير مواقف الخوة موقف ما الخوية إلا خوية اللي يعتاز ما نفع ولا بلا شرفاك يا سلام يا والله يا سلام على طاري سرقة الحبحب وما الحبحب هذه حلوة بس مين بالطريقة دي كلمين بالطريقة دي أنا أتمنى جميل جميل على الخوية ما بعقل طفل عقل أطفال عنط عايل عايل بارف يا خوية عجبتك سودة عشان كفو مقصودة مقصودة صح مقصودة سرقة الحبحب وما الحبحب ودي اعوذ بالله استغفر الله استغفر ربك لا لا يا حبيبي لا هذه لا, لا, لا تكون في رمضان هذه تكون في رمضان يقول يلا تم يقول كان فيه رجال عامل عند جدي المهم جدي العامل ذا ممتاز ويشتغل وممتاز ولا عليه الشرطاري فجأة يوم من الايام القطله ظاهر خمس ولا ست رؤوس من الغنم مروح بعها بدون ما يدري جدي هذا من هو؟ العامل وقعد العامل يومي وينه؟ من وفين؟ من وفين؟ دورونه سرق الغنم ايه جاك انزل عند جدي الين بابا جدي جالس كذا يناظر في الغنم اللي انسرقت ومرتفعون ضغطه المهم قام عليه جدي يبغى يضربه انا انت فين؟ اين الغنم؟ قال انا بابا انا يبيع انا هذا فلوس باعها وخ ايه قدع وخذ الشوم الراس راح يبيع يوم شاف جدي الفلوس قال بيض الله وجهك ولا بقيمتها زود عليها بيض الله وجهك هاي اشتغل ايش اساس هو باعها كذا قدع شاف جدي يبيع قال خلني ابيع حتى انا خل قطر القلم لا وزاد نذيه قد ذبح ذبح الخويا ونعم ونعم والله سلام اي والله الله يسلمك. قاعد اطالع حمر مطلوب. ابي شنقدون عبد المحسن عسيري. ليش؟ الرجال اول حاجه بيع الكتب. ثاني حاجه جاينا الصباح يذب يقط عندنا في السرير يا مشعل صح؟ غير مكانه. شغال ذبات. ثاني حاجه شال فراشه من المسجد للغرفه بسبه الرجال ذا. يا جميل صح؟ اول شيء من ابو علي. انا عندي حظ انا عندي انا والله لقيت فرق طبعا عندي انت ما سمعتها انا عندي مداخله عاد اسمع قلها اول شيء الله يبيض وجهه عاد الحارثي خلاص خلاص الرجال هذا حاولنا نغير اعداداته ما قدرنا البارحه ابشركم تم السيطره وتم سوينا له سوفت وير وغيرنا اعداداته كامله من إيه؟ الرجال دكتور جاي يذب اليوم الرجال اليوم الرجال يقول ابشروا بريالتي ثقته الثقه اي بس ما له دخل في المتو لا انا بعلمك هذا اسمع اسمع لا ابو عبيد ابو عبيد ابو عبيد يا رجال لا اله الا الله قل له ابو عبيد تشتري مني كتب قل له الله قل له الله عادي ترى الريالتي عادي بالله انه طبيعي شلوى يا رجال اسمع من ذلك نادي شر كطيب ها من ذلك نادي شر البلد اخذ الغرفه ايش قال لي ايش قال لي كان يخب اللي هو دق اللطمه قال هادي فين انا زبن هذا اساس البلاء يا الربع لا ما سكت ايه هذا يوم وجهك هادي يوم وجهك يوم جاء من عقب خلاص يا رجال صدمني هو كان يرقد يرقد جنب الدوافير لا تلبس مسجد اي كان اقول ما نشوفه بس خذ له خط ثم يقوم لا جر اربع كتب بعت على صاحب لوي بعت له اربع كتب 200 نقطه هو جاك على صاحب لوي هذا كتاب قصص العرب بعته على معجب 50 نقطه والله لو انه طلب زياده ابقي له وفي كتاب عن علم النفس العدبي اللي يبيه الجندي معك خوي جديد بيمشي دربك الجندي المجهول الجندي المجهول الجندي المجهول خلف السالفه والسيناريو ذا كامل محمد بن جابر هو خلف الامور هذه ترى يدير الامور محمد بن جابر عاير لا مو عاير ظلمات مو عاير والله انه عاير عند عبد المحسن من هو؟ من هو؟ اشهد بالله انه عاير هذه ليه؟ والله انه دور مسرحه اسمع اسمع اول المسرح انه باع الكتب واستفاد نقاط استفاد نقاط الرجال دكتور تحسب انه ما حبيبي قبل شوي دقها كتب خذ 200 نقطه يا رجال اثر الكتب ما من اخي بعتها كلها يا برنا الريالتي يا رجال حلوه الله يا رب اللي خلاص افلحت النقاط الكتب نقص منها 100 لا عندي انا عندي افلحت النقاط لا عندي عندي انا بالله والله هبلك بس اعلمك صاحب لوي بعطيك زياده كتاب ابشركم الحين قد اتفقنا مع تقول زامل
قلنا ايش اغاني عطها اغاني عطى موهبه عراقي سايد سايد ما والله 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 اني قد حفظت واحده اليوم يلا عطر عطنا اغنيه ذا الحين جرب عطنا اغنيه دي 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 من وين حضرت متغير يا مع زمان اهل على قلبك البلد حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك يا سلام ها شوف صالح بلوي الله الله في الكتب انا ان شاء الله صالح صالح اليوم الثمانين بجيك اخذ الكتب اما ذا الحين ما عاد فيه الا صالح عندي عند المحسن اسمع انا نقلت مكان سريري هنا البلد بعد اسمع اسمع نصيحه والله والله يا زياد ابو صالح عند رحت عند ابو حنين عسير اسمع 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 انا شوف صالح البلوي عطني بس يومين ذي يومين بس ولد ما اقول لك يوم والله العلي العظيم انه يومين عطى الرجال هذا ويوم عندي والله العلي العظيم يجفل هني بدون ذوق صالح تبغى نصيحه اسمع تبغى نصيحتي اذا بتغير تغير من بدري مسفر يشتري الكتب بنقاط ما عليك منه والله ليه والله لا خليه يدفع 500 في الكتب والله ما يشتريها عارفه لا والله ايه ما عليك ما عنده نقاط انا بغرر بغرر سوى جاني لا لا جاني مسوي يا صالح صالح شوف صالح قول له الله اول شيء عبد المحسن باقي انتداب عندنا باقي له شوي ونخلص منه بعدين نستضيفك امورك طيب اصبر ايه عندي اغنيه ثانيه حطها الرجال عندي اغنيه ثانيه اسلم عندي اغنيه ثانيه اسلم الرجال منك فلعل خلاص خربت اصبر اصبر لا لا عبد المحسن يا رجال كب الزوامل وكب الدم وكب انت من وين من انا شوف بعت الكتب على الرجال وشريت كتب من مشعل 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 عنده كتب مشعل عنده كتب يا رجال اسلم 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 اعطنا اعطنا سالوني الناس عنك يا حبيبي قلنا كذا ممنوع كذا الشيطان الرجيم يا رجال يا حبيبي لا اول مره ما منكم سوا سالوني الناس عنك سالوني حبيت روحه يا عبد المحسن دقيقه انا مدرب اتعب مع زيد صدود صدود وين لا ذي ما قد حفظتها عندي عندي ابو علي انا بديها ريالتي بكره عطني عطني الكاميري هيا الكاميري نطلعها ايش هذا خش تدق ايش هذا الله ما توصل ما توصل يا هذا من جماعه خلاص صالح البلوي وداع لفقرات بعد الفجر ايه بعد الفجر بكره نطل هنا ناخذ السكوتر ويلا يا ولد يا ابو صالح يا ابو صالح ترى ايه الاعلام الاعلام ببيعه ابو صالح صالح جميل هلا الدمع من عيني لا كيف تقولي من كيف الرقص حقك اي انا ايه انا انا ما عندي لا قزوعي يلا كذا ابو صالح صار ليلى هلا الدمع من عيني اصبر اصبر الحين قلنا حلوه صبوا لي من الرجال صابي من هلا هلا طيب والله هذه مو هذا العم البرمجه ذي هذه العم البرمجه ذي عبد المحسن والله هذه مو بسوفت وير بس فلتره هذه مو خلاص ما عاد فيه خلاص غير تخصص يا رجال موزيك ايه ونعم موسيقى فلبين تسوي ايوه كلام فلبين تحياتنا لمصر ام الدنيا انا اسوي اغنيه فلبين يا رجال خليني اغنيه فلبين الرجال عنده مشاركه الرجال عنده مشاركه يا اخوي قولوا لا اله الا الله الرجال يسوي اوه معلش قام فعندنا عندنا توأمين ريجي الاثنين مصريين طول العمر عندهم مدرسه يلا يجين دافور شوي يعني تنفهم نشغل مخ المصري خلاص صح امورك خلاص وذكي يا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن هم اثنين المهم واحد منهم ذولا غدا اخوي حلوين صار اخوي متوسط انا عني في ثلاث ثاني متوسط واحد منهم شبك معي صار اخوي وكلها في المدرسه وضعه اوكي يا ولد كلام وحكايات غير عرفت يتكلم كويتي غصب غصب اتكلم كويتي هذا يا ولد ويتشر معي
أخوه ماشي نسيده ويشبك له مع واحد ثاني وروح الدشرة اقعدوا في المدرسة ثلاثة أسابيع يوم تقول أنت ثلاثة أسابيع طول العمر لو يجي فاصل نهائي أول مرة ما سجي مصنع أي والله أنا أنت الشالس إبراهيم لا ولا خالد الجام والله ما راح ما جا فاصل الحين راح وراء يا الربع رجع الريح استبعاد ايوه تشكر علي مصايب بس وراقي يا عيال خل بس وراقي بقيه حياتي دقيقه يا الربع في مشاركه في مشاركه عند يلا ميوزك بيعطيني ميوزك فلبيني يلا يلا قرب لا لا يا مدير لا قرب المايك لا لا لازم ايش اسمه المايك هو باشك المايك اي يو هاف تو سينج وذ مي نسايونا انقلهات من امها الكتان هلا هو كذا انت ماشي صح تقالق رايت نسايونا انقلهات من امها الكتان والله يعرف ماشي صح ماشي صح مدها طيب خالد والله لي بغض الدرع يا شباب ريالتي صفر عنده عندي سالفة ما طلع من أفكار عندي سالفة يا شباب كان عندنا مدرس مصري بالديرة وجايب أهله معه ثلاثة ولعان جايبهم معه أنت شفت المهم ومستاجر جنب المدرسة عندي ريتنا صايرة ما تسهني أخذ فرتين وصلت له المهم يا ولد نمر من عند البيت اللي ريحة المحل وحضر طب حضر معي واحد اسمه فيصل حسن طاحت من وليد هريفي شباب المهم يا ولد هنا شيء ولدك اي فنروح له هو ما يدرسنا ناخذ كتب الرياضيات ندق باب السلام عليكم وعليكم السلام قلنا انا ابغاك تفهمنا المساله هذه عاين فينا درى ان انا ابغى المحاسي ما نبغى المساله انا ابغى المساله اللي في الصحون ما نبغى المهم احنا نقلط عنده انت شفت واليوم الاول يا ولد عيشتهم تجيب العافيه والله يا عيشتهم نجيب العافيه وانت شغالين بالمساء شغالين اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث الرجال طقت سبده اخر يوم جيناه قال يا حبيبي محاشي ما فيش محاشي يقوله المهم واحنا حقدنا عليه المهم ناخذ ورعه ناخذه معنا ونخليه يفلم 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 دشرناه الديره وعلمناه زحفيش انت دير راه راح ياكل عدس لا يا رجل إيه نهاية أصدقاء السوء ما بأصدقاء السوء حن قلنا خليك زي عسيري سيدة بسوس راح سيدة يسار حن قلنا خليك سيدة الابتداء نحو الطريق المنحدرة إيه دحدر يا أخي المشكلة إذا جيت تنصح ناس إذا عيتوني خلف السوار المشكلة إذا جيت تنصح أنا أبو جرى لي المشكلة إذا جيت والله العلي العظيم إنه تفاعل بزيادة الرجل هذا ترى يا أبو صالح لا حن قلنا ميدك امسيد والله انه مفسد طيب قل له يا هذا يقول عايض ابن العم شوق البنيه عودنا في ما حن فيه لا نبغى واحده اخرى اسمع يا خليني اهرج اسمع يا روح وتدور تراك اسمع يا عبد المحسن باقي في الاعراض اي باقي يا عبد المحسن حن قول خليك في الطريق سيده لا تروح من حجر الدحدر على طول الدحدر لا يا حبيبي لا قلتكم دحدر وقف نص الطلعه لا لا ما عليك انا مخطط دحدر وارتفع إيه لا دحدر إذا دحدر اسمع يا أخي لا إذا دحدر هو يبغى له عشان يدحدر يبغى له شوي لا والله عندي نظام تركش عبد المحسن سقها جلد ما عليك والله شرمي أبو عبد الرحمن عزيز وش يقول حلو بس ترى هو شو بعد نص ساعة أمان شو مثل أنت فهمت كوف متى بنطلع متى بنطلع أي هذا العكس عرف حلوة خلاص عندي ما أعطاني شيء كتب والله في كتب قصص تشتري 50 نقطة كتب قصص والله ما أدبي أنا أعطيك قصص نزلها مزاد أبو صالح مزاد عايب والله يا حبيبي صح والله نزل يا حبيبي جبها في ناس نبغى نهديهم والله لو أسوي مزاد زي حق خمس خلاص ابو صالح بسك سؤال يا صراحه كم لك في البرنامج 30 يوم الله 31 يوم اي 31 يوم ورجال ملم وتقرا قصص بشكل يومي صح الله الحمد لله وش نفعتك فيه سرق محتواي اي والله هذا عطيته كتب عود معجب كل ما شافني يتخزرني كل ما شفته رحت جلسه ثانيه معجب ريحني خليني اسير في القاع والله الرجال قصص اللي تقولها لنا تحت البث
ياخذها معجب ويجيبها فوق قلبه. صح. وانت طال عمرك ولا ذي ولا ذي. اي والله ما استفدت شيء. ايه عطنا قصه ما قد سمعها. لا لا ولد احنا عند الشركة لنا اسبوع ولد اسمع ايش القصه هذه الاعراض باقي بعلمكم العلم اللي صار ولم نعطيك كرت احمد بعلمكم العلم اللي صار ولم مسكت معجب تحت البه وانا اعطيه قصه عن هارون الرشيد من الكيس مال هارون الرشيد والله يا هارون الرشيد انه يقول والله ما سويت والرجال يقتنع فيها وينزل لك على البث يجلد القصه وجالك والله اسهل قليل من مراجعك قبل لا تقول القصه يا معجب شوف ما عندك مراجع ما عنده يا رجال تبغى تجيب قصه يا متنبي سهله بجيب قصه يا متنبي سهله يا رجال انا اقول مراجع هذا نايم حمدان على قولتهم نايم لا والله لا والله خلوه في المجال الضحك لا يجيب الذباب لا مضرب لا والله ابو ساره ابو ساره صراحه ملم ورجال ما شاء الله تبارك الرحمن يحفظ قصص انا اعلمك بعشق حاجه خليني بس اكمل تفضل امرك ويجيب قصص ورجال يعني ما شاء الله تبارك الرحمن حتى سرد القصص ممتاز بس عندهم ملاحظه واحده لو بس اني ارفع نبره الصوت عشان احنا نسمع يا رجال هو يقول قصه خلاص يا رجال انا بعت المجال بقول لك استفرد الرجال جاني قال كم كتاب معك 35 قال بكتابين قلت عندي شغله ما تقول علبث قال زين كل ما جيت الرجال جالس يا ولد انا وكل ما جلس قام وكل ما جاء محمد دايرم قال بيكم شيء قلت لا والله حب خشوب ما بيننا شيء لكن الرجال ما ادري ايش فيه شبعنا طلع الرجال ما غير كل ما قلت قصه تحت البث زرفها وقع زرفها الحين دام خرب مرحبا بك يا ولد انا من 2016 اقول قصص كل ما قال قصه قلت لا مو ما قال لا لا الله حقه رجع نخليهم السنه الجايه رمضان اذا نظر حكاوتي في باب الحاره اسمها حكاوتي حكاوتي يا اخي انت اعرف سولف اول والله حكاوتي حكاوتي اول المقصد معروف قصيده طبيعيه قصيده طبيعيه هذا من جوال يا ولد معجب قصيده طبيعيه انا هديه 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 سريت والمسرح محتوى معجب شنو ما يعجبه لا لا من الذي نظر الأعمى تدري رقدت على عساف هذا يا مرقد على عساف معجب مرقد على عساف معجب والله قبل الله يضيعها أيام الاختبارات يا طويل العمر جانا ورقة فيها قصيدة المتنبي أنا ماني ما أعرف القصايد المتنبي ما أعرف شيء المهم مكتوب انا الذي نظر لاعمى مدري وش الى ادبي ما سمعت كلماتي من بيصر انت شفت يا ولد انا احلها يقول فسرها انا احلها وش النظره بي. يا ولد انبسط فاكتب تحتها انا لا مسكت الخط دق في راسي الهاجوس وصلها المتنبي تدري لقيته مع رعلقه ويجفل يجفل المهم يطيم المدير ما قال لي شيء ولا عاين فيني خذ الورقات يعطيهم الراح سيده ولا دق على ابوي لا راح البيت دق الباب قال بالله هذا ولدك بالله هذا يرضيك قل لا اله الله حتى المتنبي يا ولد ما قال ان كان ذنب متنبي يا ولد استهزاء لا اله الا الله عاين فيني قال ايش تبغى قال بنفسه قال لا تفصلونه بس هذا استبعاد برا الحياه خذوه برا يقول لك المتنبي راح يدور ركاب عند يا رجال انا جاني علم المتنبي صار عنده ولد المتنبي يجفل مع رعلقه ويجفل خط عندنا زي الدايري يجفل معه يجفل صالح المتنبي صار عنده تنبؤ ومن اللي حادي منك محمد بن فطيس يبون يتلاقوا اتحادون كذا ومحمد جابر بينهم محمد جابر يا بينه محمد جابر متعلق بالسدر هنا يا مرحبا ابو حنيف هلا ابو عيد هلا ابو حليف انت اخلط القلب مكانك ما تطلع ولا تروح اصبر تعال ابو حليف كلش مكانك خالي الله كلش مكانك خالي بالله كيف الخوه بالله شلتين هاي دموعي تنزل كلش مكانك خالي 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 ردني الايام فرقة تقتل طالبينك يا ابو صالح حك ابو صالح احتزم يا ابو صالح تلبس يا ابو صالح وين يا ابو صالح الكتب الحين ايش قلنا 50 شيطان الكتاب انا كم بعت عليك انا كم بعت عليك 200 ولد خذ 150 ورده ولد ابو صالح والله العلي العظيم انا اعطيك كرت احمر ولا عاد نعلمك شيء يا ابو صالح ارجع ابو صالح يا رب صل لنا هذا في واحد ابشر سعد كذا صار مطول يرد الايام بالله لا لا صلاه صار شهر عشان المدام
صالح كلش مكاني خالي كلش مكاني خالي خالي وش يرد لي شكلك كثرت له كرسات الفرقة تقتل متى يجي الليل الليل دموعي تنزل واضحك بقى بلياك بس لا يقتل فرحة تقتل الليل الليل دموعي يما يا قلبي اللي يحبك يجي ما اعرف يرجع ويلي بعد شت سوي انت سويت هيا كذا ترك العيوب كذي تغيير بسيط حلوة يلا كذا كذا اذا قلنا ترى كرر سو كذا قلبك عيونك كذا سو كذا بيدي ابقاص حلوة ما اعرف الا كذا ادخل يلا كذا عود احسن يا والله دنا انا والله العلي العظيم تعبت سو كذا صار يلا عد عد شلون قلبي انضوعر وشلون بنسى خلك لا تغني سو كذا كذا ويلي سو كذا عاد بيدي والله يا قلبي خلاص سو كذا اذا يحب سو ايش شربي لا 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 يلا تم يا صالح يا صالح تك وانت تعبنا يا صالح يا عبد المحسن سو كذا يلا ويلي شلون قلبي شلون انساني ويلي حلوة وبشر هذا حجر انقلب 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 مدوا مدوا اذا ما طلع يلا 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 تنسى السيارة يلا والله انقلب العظيم ابو صالح ابو صالح اسمع بالله تكفى انك تحول من الاعلاميين الى الممثلين والله ان علم السوق جميل معليش والله اني احبك واغليك كنت فخور اني اطلع في يوم من الايام مقدم انا وياك يا بس انا الاسبوع الجاي ان شاء الله تمثيل مرحبا الف حلوة طيب خلف السوار خلف السوار اقضي بقية حياتي ذاك اللي شايق راضي والله العلي العظيم انه تلميذ ممتاز والله العلي العظيم ابو علي ابو علي تحية حتى في الدشرة كفو صراحة ما قمت به الله تدريب لهذا انا ادور مصلحة رفيجي ادور مصلحة ام شربي والله يا ابو علي ابغى اخذ عندك كرة تعال نبغى مشهد تمثيل اشتغل المشهد عطنا اي مشهد ترى انا يلا قم قم معك قم تبغاني في الانشاء يلا قم قم نعطيك مشهد تمثيل يلا يلا نبغى مشهد يطلع السلامة عطنا اي مشهد في راس قوله نبغى مشهد يطلع من السلامة اللي يعطيك عندنا يوم انقبصت وانا المصري في الحاطة في الحاطة اي حاطة تليفون طيب. نبغى مشهد زحفيشن زي اللي علمتك انا اول كنت بينك اسمع هادي تعال هنا عايد 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 جوهر كان طلاب مدرسة وذا الوكيل نجي نتخبط عليه اي زي كذا انت وكيل والله انت حتى وقف وقف لا وكيل نادر وكيل نادر وكيل نادر 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 قول ذا شريطي لا خليك لا نواف كبير اقول له والله النادر هو اللي يصلح يا حبيبي خليك وكي نواف وكيل باشر تعال 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 مشهد السلام عليكم السلام عليكم مرحبا يا طلاب نبغى نطلع والله الطالب انت يا سرايدي الطالب اسمع اسمع ورب المصحف اني اعرف موترك ايوه واعرف اين ساكن شايف الجيب ايه شاريه 200,000 ايه والله لا خليك تبكي عليه دم ايش الكلام عايض عايض جواله انت تعرف وين مكانه اللي في الحمامات والله العلي العظيم لحد يوم عرفت ورب المصحف انك لو تاخذه اني لا سمعت الخامس اسمع ما تركوا عارفينه والله لا حلقه والله لا خليك والله العلي العظيم من ادعي اسمع اطلب منه يا عايد يا عايد ترمي لنا يا عار لا والله والله العلي العظيم من ادعي تهديده قوي تهديده قوي ابو علي يرقص فرحه ايوه هديتك قوي تلاميذ تلاميذ ممتازين تعال اقول لك اصبر ما عليك من حد فادي معيان لا لا ما بينا ابو صالح في الغرفه ابو صالح ابو صالح اسمع انت من لبست الطاقيه هذه والله انا لابس بدنا والله ما كان توصل اي دار فيها عقد فيها عقد والله 300 اللي يخطئ عليك فادي معيان حلو حلو اسمع اقول انا اسف ابو صالح لبيت الوصيه نصك اياها الفجر والله العلي العظيم انك قلت والله في القهوة ما توصل للدرجة دي يا اخوي ايش صار؟ الرجال في عقد سعر غن عراقي سعر والله العلي العظيم انا خليه ينحرف ولا ما اعرف شيء والله لا خليك تلتزم خليك تلتزم ايش في ذا رايح الحلاق استغرس لازم نقرا رايح الحلاق العيال معهم سفر يضحك اضحك جنوا جنوا جنوا
جامله جامله حلوة 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 اجلدهم لين اجيك طبعا هذا ترى المؤذن حقنا اذا ما تدري هذا مؤذننا خلاص الاذان سلمت الوظيفه كان يعطيني حرام والله طبعا تشوفون المد الجديد يام المد الجديد روح فيه الله يبيض وجهك يا ابو عيد ايش تبغى نحذف نحذف هذا في الديره اصبر نبدا عينك يا استاذ لا 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 مو بالحين مو بالحين طيب يا ضوجك يا جميل والله الله وجهك يا ابو عفان ما شاء الله على قبل الله هاي ما هذا تمزق العب العب ذيك اللعبه ذيك اطلع علب يا مشعل والله انا مسووها قبلك اربعه وكل واحد جاه النصيب انتو نادر بشوفكم ها سويتها انا ها قد سويتها قبلك على عاير انت نيتك مين سليم انا نيتي سليم ايه يا رجال لا ذي مقطوعه ذي هات هات مقطوعه ذي مقطوعه وش حقت الايام عند مهندس شيء الفرقه تكتب نتائج الليل لا لا تبيها يا ولد ايش في الاصفر وديت روحي قبل ما ادعب اشوفها تطلع ولو ما ودها ليلة فراقك والعيون تطالعك العيون تطالعك حسيتك ان الكون وقف وقف عندها والدمع اللي قلبه مواجهك طاحت غصب ولا قدر أردها وأصابعك عيت ترد أصابعي باللحظة اللي صرت ماني قدها ماني قدها أحلى واحدة هنا عصيت أنا إحساسي عشان أودعك عصيت أنا إحساسي عشان وشي مسكها تقفز ها في واحد لا هذه دقيقه في واحده كنت اطلبها من العيال وشي خذاك اللي خذاك ورحت وانا مسالك وعاني سالتك مره حسيت كاني جابرك تبقى خذاك اللي خذاك ورحت وانا مسألك وعاني سألتك مره حسيت كأني جابرك تبقى ترى ما ضحت بعدك وقفت الله قواني تمنيتك معي وحسيت بنفس الوقت بالفرقة خذاك اللي خذاك وراح وانا مسألك وعاني سألتك مره وحسيت كان جابرك تبقى لا 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 يا ابوي ما في ما في اغاني بس اغاني اغاني من اغاني لا 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 والله النوم لا 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 اقسم بالله النوم والله النوم والله النوم والله وش حق اسمه ذا جبر العلي وش حق جبر العلي زين العلي زي هذه ايه وشي وشي لا لا وشي 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 بسرعه وشي حق حسين العلي اللي انت دايم دندنها اسمع اسمع ذي حلوه والله انها حلوه مره توي شكيت اليوم والجرح مبطي ما كان ودي يدري بجرحك الغير الله توي شكيت اليوم والجرح مبطي ما كان ودي يدري بجرحك الغير الله يسامحني لا الله لا ما كذي ايوه انا دائما اقول لك لا 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 روح روح لا لا روح بهداوه انا ترى خش من روح بهداوه كيف والله بدي
توي شكيت اليوم والجرح مبطي ما كان ودي ادري بجرحك الغير توي شكيت اليوم والجرح مبطي ما كان ودي ادري بجرحك الغير الله يسامحني لا كنت عادي الله يسامحني لا كنت عادي والله يعوضني لا كنتني خير توي شكيت اليوم والجرح مبطي اصيح وحدي ما حد يسمع الصوت هلا 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 جايه بغربه والقاضي ما بطل لي عيال عيال باقي احد محمد وراك علم العيال الله يغنيكم الله يغنيكم الله نمنا برك الساعات اللي يجي نسمعكم والله خشمي يا جل عمرك طيب من امس جل عمرك طيب لا خلا ولا عدم لا خلا ولا عدم والله لا حسيه هنا شفت هنا حك حك كذا امر طلع والله راح يبي يمشي هذا هي داري وين يا مشعل نروح عند السياره هنا خله بعد العشاء نروح عند السياره ليش دي قدامنا نعمه قم امسح ابوي عايض ما هو العامل هناك حجت لا لا والله لا حلت حلت لا والله حلت تعال اصبرني تعال اصبرني جد مثال مثال رد يعني كفو غدر ما نزلوا من الرياض كفو ال ايه يا ولد يوم جاء سالب واحد الا وانا انبسط أنا واف والله كنا يوم جاء الله يلبيك يوم جاء سالب واحد إلا والله إني مبسوط تحلف سالب بالله. اثنين إلا والله إني مبسوط وصلت سالب ثلاثة والله ما قصدي إني أجلس زيادة أخوي اسمع سالب ثلاثة إلا وانبسط سالب أربعة فأقوم مسجد شكر لله تحلف بالله هذا لا والله إنك إيه والله إنك ما أنت بصادق قسم بالله إنك أقسم بالله العلي العظيم إني ضدت يوم قال إيش يوم قال ثلاثة أربعة يا ده أنت شفت أدري طلع شكري ولا لا أشدني كذا لا والله أني أشدني كذا والله أني رحمت أقسم بالله التوجه الرحمة الرحمة من الله يا أخي الرحمة قلوبنا معك لا 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 تقول رحمت ما كلمة رحمة رحمة والله أني رحمت أقول عطف والله أني رحمت والله أني رحمت والله أني رحمت والله يرحمناك الله يرحمكم عند الله وخليكم ترى حيبة الحياة والله أنها الساعة البتة أقسم بالله العلي العظيم ويقول عزام يا عزام شب النار اللي سناها يجذب الخطار ويجل علي بدلة برية يتعب على توصيفها الشعار بيني وبين الشعر يا وجه الله من أم صاير حالة استنفار لا حذفت عمامتي وعقالي وفكيت عن صدري إزرار إزرار فما حضرت ورايتي مرفوعة ولا بلاش أتعب الأفكار وبوي جعل الله يطول عمره مكرم العاني وريف الجار بس ما برحب يا عسى يفدله والرأس عالي والحظوظ كبار يا مرحبا ترحيب تمر موقة ترحيب تنتبه أجبه العظام يقول أبوي مرحبا 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 عد ما قالوا هالمرحبا مرحبا الله يحييكم يا فهود على المصفوط تموا والله ثم الله ثم الله إنه ما بواجبكم من كل واحد منكم من حقه من عيال البل لكن الله يحييكم ترحيب الحياة وإن حصل بصور ترى مني أنا ما هم من شايبي ومرحبا بكم مسهل عد والله يحييكم ترحيب الحياة عد عد مرحبا تموا قوم قوم حط
يا ربي طول عمرك مصاب. هلا وغلا هناك هناك والله ما تدري. والله مره احمد والله انك هنا والله فهد والله مره والله انت تدري. هل اسمعي والله تسمعي احمد مفرع هادي واللي ربحها سبع ونزلها سبع انكم علي نذر انكم معاه علي نذر انكم معاه والله انت قوم والله هادي علي نذر انكم معاه نذر نذر والله انت قوم والله انت قوم يا جيل كنا من قرب ولا نذر انكم معاه نذر هادي انكم معاه والله تقري والله مجلس يا ولد انا اقوم اسطر الرجال هذا يقول ابوي يقول ابوي سم ويا فهود على المصود الله يحييكم ترى حي بالحي الله يغنيك يا طول عمرك يا يوسف الله يسلمك هلا 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 هم يت هلا الله يحييك هاي يرحم والديك هاي تعال يا فهد تعال في سكين في احد باقيه يا جعل عمرك طويل الله يرفع قدركم الله يجمعكم ولا يفرقكم يا رب والله انا اللي انا اللي مبسوط اني معكم والله الله يرفع قدرك الله يرحم والديك من جاك في الجنه جالك ما تعسى يا مرحبا ابو مسعد بالعافيه يا ابو جابر والله ان السنه عيدين وان ذا ثالثها ورب الكعب زين اشتر 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 بالعافيه يا ابو جابر شفت انه يحتس عشان تقول عافيه والله بالعافيه ابو عاشق بالعافيه ابو عاشق والله ما ادري وصل 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 والله انا خبر انك تحبها يا بي وانا تاكل حشو الحشو تاكله وش الحشو هذا وش الحشو شو اسمه هذا صح رايح بطح جاي صح رايح صح جاي تاكله صح الروح صح يجي صح الروح صح يجي يا ولد ما فيها صف ما تاكله عاد بكره تاكله انت تبي حشو انت كله هنا بلا ترى انت تاكل سوشي تاكل انت لا مره ما ادري مره وش اسمه ما يطير والله اللي عند بالراما معلوم قريب من عندنا ما عندنا زين في مصفوطيات هنا والله اني ما والله اني مدني الله يعز النعمه ما احبك ليش يعطيك الزين سمك ني اي سمك وسمك والله كلمك كفو قال وش تعرف انت قال نابضي اميش يا رجال مش قال جاز كت ضحك والله ما كتبت فيها يا ابوي ما كتبت فيها شوف لا رد انا اللي قاني بشوف احد فصل زياد هذا زياد ما يحب احد فصل شخص هذا فصل هلا والله كلنا مسوزنا عليه ومدعنا ايه رد علي السناب يا السناب طال اخويك ماني من النقد ماني زياد انا قاعد اقول لك وزياد قاعد اقول لك انا قايل لك اصلا يا ابو راضي احنا وضعنا في ذا البرنامج لين 90 ان شاء الله وانا وياك انت ناشب لب والله كلمنا احنا بعد برنامج مناقر معه خلاص يا طلع ويكرم على من جاء افتح 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 كثر ملح يا ابو حنين ابشر والله يا مشعل جميل مو بعندك طيب طيب عندك اخوك راح تفهم يا جميل من جد تكفى لا مو وقتك الحين كان خلص بعد العشاء اخوك اصبر له كل بسرعه عشان تشبع من عقوبتك جميل مشعل كم وزنك؟ ما شاء الله من الله 89 حسبي الله عليك بلا بعد اللقمتين حسبي الله والله انا ب 60 يا كذاب قبل الصحن ذا ولا بعد؟ كان لقمه الحين لقمتين يا ولد لا 89 برا إيه الله يقدر الدنيا خير خاف ربك يا ولد خلاص نسقنا والله حرمت على العيش ما لين هالمعيشة ما شاء الله انا مصاب ما يقدر يقول لي شيء إيه انت خبره وماجد اليوم يقول فرصه يا جميل كيف فرصه وانا مغلى باكل وبنبطح ما قلت لك عشان تمشى يكتب لك ولا لا 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 تكتب يا احمد لان انت كتبت مربى مشي على الحمد لله وكبر ما بقى لي شيء لا يا جميل طيب سلمان يا جميل سلمان تسكت.
تبي تبي جميل سلمان طيب سلمان خلوا ياكل حطوا له نص صفحه ما هي؟ اي يا رجال كم كان وزنك؟ الله يعافيك اعطاه الصقر ما كله من قبل رجل اعطونا شوي معجب بيطير يعني من وكر يا حي والله يا ابو سعود اوكي انا كذا ما في ما بس والله دقه التربيه هذا كان وزن 150 فكيت على احمد على وجه هذا الهيد من هو؟ من هو؟ الحين نادر والله من؟ شايف كندب نادر متشوفين في قبل بس هو ولد هو عرفني وعرفني بس انا ما ادري من هو لازم اغني عشان ارجع عشان عشان تصعيد انا ساعدني قبل شوي ديمونه تقول رحمني صار بلوي رحمني تكفى ويوسف هذا كتاب حق الاسلام ايش رايك فيني انا اعطيهم كذا واحد دائي احب ليمون انا مدمن ليمون في واحد متحط من الليمون مدمن لا هو اللي استعملها ولا مدمن ليمون اجل انت درس فيها مهمه انت اجل صالح لازم انت تسير علينا ليش؟ كلكم ما عرفت من الموجود المزرعه تحب الليمون يمكن عندكم اي حمضيات عندنا الزهيري الليمون ابو زهيره اوه والله ادمان يا اخي والله ادمان والله ان شاء الله باذن الله بعد الله يحييك عندهم الترنج التنافس بينهم وبين الحريق ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يخلص برنامجكم ويبدا مهرجان عندنا في الحوط عسل مهرجان حمضيات عندنا حمضيات والله ما صدق اي مهرجان حمضيات معروف مو حمضيات مو حمضيات لا حمضيات ذا حمضيات برتقال ليمون ليمون ترنج اني اقصد والله بقدر نروح نبيع حمضيات هناك يعني هذا يسمونه حمضيات هذاك عند الدربويه والله اني اقصد الدربي بينكم بين ربعكم بينكم بين ربعكم الدربي السواق انا قايل له خليه يمسح طيارتك ولا من اللي قال عادي ضرب العالم حطه حطه نادر بالعالم هذه من اول وانا قايل لا يسولف مع نفسه هي كل شيء اكل سم نبلش ورا الباب سولف مع نفسه عادي ابو عشق تبي كرك لا لا هذيك عاد تطول لكوني عوض ها لكوني عوض احس عور عور عادي هذه لو قصه لك انا لو قصه لك ايوه هذا اصفدها مع الخميس اضرب بالخمس يا الله يبارك لا والله لا والله انت اقعد لا والله غلا عنا اقول يا مسلمين يا دكل اجاملك ابو عيد ابو عيد بمعنى عزه والله يعني والله انك المصلحه انا عارف. والله المصلحه ولعلها خيره مشعل مشعل البلا بلا يوم قلت اسوي اي والله بلا بلا ما تستاهل انا احس اليوم ما بهدايه اليوم احس بالسعرات الحراريه ايش قاهم اللي يبيعها ما في دايت انزل ما في دايت اليوم انا المشكله كل يوم في يبيع احسب لك السعرات الحراريه هذه تبي تجيك الامانه الحين تبي يجيك ابو ضحيان اغثوا ضيفك كل شوي يقولون له الرجيم الرجيم اغثوا مشعل افتك منهم نواف وجميل لا تاكل لا تاكل رجال تعشى ما جاك عندي انا ما ردها متر في متر والله دوينها ملوم مشعل مشعل دوينها ملوم يا ولد هذه اقرب لك اللي قالها متر في متر صح ممكن متر في متر ما والله انت تاكل اللقمه والله والله اكل كل يا رجال وصل كان قم من جد قم خفف يا رجال كل يا رجال وأبدًا برنامج غذائي يعني يمشي لا 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 هاي إيه والله كان قم قام زعفك من غير تنضغ في الزاد قم كان إنسان المهم طول العمر أشوف اللي تأخر الطلب ولا دقور يوم جت قلت تأخر الطلب تأخر وصار عليه هو أنا أسويه أنا إيش دراني عنه انتظر أنا ولدك يا أبوي أنا دقور قلت هات فلوسي ولا ما تأخذ فلوسك أخ من طاع الله صدق العلم وشانه وانا انزل وتنقل بالدنيا فوق تحت عباطه بفلوس ما عاد بياكل والله انا محطين لك القدام قال مسجلتها فلوسي وانا اتصل على في وزاره التجاره يوم وجه هذا ويجي المدير ويعطيني فلوس
وجو وزارة التجارة تفهم معهم واخذوا مخالفتهم. وبعد بعدها قلت ماني بطاب من جدة من غير شرط ما بيه. يا مرحبا. عشان ضيع. تعرف. عليك يا هلا وميت هلا. عارف. يا هلا عافية بينه وخافية. ما قدك. العيال العيال. الله يخلف عليك ورحمة والديك. يا مرحبا يا أبو صالح بينه وخافية. Oh,